هادو حاملي المشاريع ينقسم إلى قسمين. حاملي المشاريع فيما يخص لديهم تدريب حوالي 3 أسابيع حتى يتكونون في مجال المقاولتية، وهناك الفرع الثاني وهو ما نوجهه إلى ما يسمى بتري، والتري هو كيف تكون فكرتك. جامعة بالإضافة إلى دورها الرئيسي اللي هو التكوين، أراها تكون مثلاً مدرستنا تكون مهندسين، ولكن في نفس الوقت تكون مهندسين صاحبي أفكار ومشاريع قابلة للتجسيد على أرض الواقع. باش نجسدوا هذه الأفكار والمشاريع اللي يحملوها الطلبة على أرض الواقع، لازمنا شريك اقتصادي عمومي اللي يتمثل في النسدة أو وكالة ترقية مقاولتية. شفنا يعني المقاولين يعني قدامنا في الميدان، احتكنا بهم، وجات حتى يعني لي بارسيوريسوس جابونا، يعني الحمد لله جابونا حتى مدراء تنفيذيين من القطاعات المعنيه بكل مشروع، اكتسبنا منهم خبره على غرار لي زامبو، على غرار مصلحه الضرائب، على غرار يعني مديريه التجاره. ايجاد اطار تكويني وتنظيمي لتطوير مهارات هؤلاء الطلبة في عالم المقاولاتية عبر تكوينهم بمنهجية التي قمنا بتطويرها خلال مدة سنة كاملة التي شهدتها الوكالة خلال المرحلة السابقة. هذه المنهجية التي تمت بمساعدة المكتب الدولي للعمل.